العادات الغذائية الحميدة تبدأ من الطفولة. لا تنسى يا سعيد أن واحد من كل 10 أطفال في العالم وزنه زايد عن الطبيعي. فدير بالك على عيالك. الأطعمة الجاهزة مثل الدونت والكبكيك والشيبس كلها مرتفعة الدهون والسكريات، فالأفضل نستبدلها بالفاكهة والخضار، وحلو أن نوزعهم في البيت عشان تكون في متناول الأطفال ويعتادون عليها بروحهم. نفس الشيء بالنسبة للمشروبات الغازية والعصائر الملونة، المحلاة بيطن من الشكر، نستبدلها بالعصائر الطبيعية كميات محدودة، خاصة أن في دراسة أمريكية كشفت أن الأطفال اللي يشربون المشروبات الغازية يزيد احتمال إصابتهم بالسمنة إلى 43%. فينا عادة سيئة هي مكافأة الطفل بالطعام. حمود إذا استويت شاطر بعطيك حلاوة. لا لا لا، هذا السلوك يعطي الطفل فكرة سيئة عن هدف الطعام. أما في المطعم لا تتقيد سعيد بالكيدز منيو، فأغلب قوائم الأطفال غير صالحة لليهال. وفي الختام ضروري تشجيع الطفل على الحركة والرياضة بدون إجبار عشان ما تكون ردة الفعل سلبية. كلنا قادرين نعود أطفالنا على الأكل الصحي. عساكم دوم صحة وسعادة.